هذه الأذكار لها فضائل كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات عميمة لمن ذاق حلاوتها ولمن تمسك بها والتزمها، ولذلك هي سبب من أسباب صلة العبد بربه. فالعبد الذي يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء فإنه عبد رباني على الحقيقة، والله جل وعلا يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالإنسان يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء، شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمن دائما يذكر الله ولا ينسى الله، وهذه علامة محبة لله عز وجل. الأمر الثاني أن أذكار الصباح والمساء سبب من أسباب الحفظ، سواء من الشرور البشرية أو الشرور الشيطانية، وكذلك ما يتعلق بالأمراض والأسقام، وما يتعلق أيضا بذوات من المخلوقات التي فيها إيذاء لجنس الإنسان، فالله جل وعلا يحفظ الإنسان. أمر آخر أن أذكار الصباح والمساء سبب من أسباب لين العريكة، سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، راحة البال، وسبب من أسباب الهداية والتوفيق لكل خير. فإن من ذكر الله جل وعلا انحدرت عليه العبادات انحدار السيل. وأمر آخر أن ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة في الصباح والمساء لا شك بأن الإنسان ينتظم مع من ذكر الله جل وعلا، مع من ذكرهم الله جل وعلا بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك يمتدح في الملكوت الأعلى، ويمتدح في الملكوت الأعلى. وأيضا الأذكار سبب من أسباب رفعة الدرجات وتكثير الحسنات وعلو المنازل والترقي في مدارج الكمال، وكذلك سبب من أسباب ذهاب السيئات وحط الخطيئات. فإن الذكر له أثر عظيم في حرق السيئات وفي تعظيم الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالله أعرف كان أكثر الناس ذكرا لله عز وجل،